بس نقول علاش يلعب بروال خاصو يدير شي حاجه انك خوياب عمر شي حد ما دارها من قبل، والموسيقى تاعو تبقى تكون صومه واخا يدوزو عليها سنين. والراب اللي معاه اليوم دار هادشي، ولكن كان هو صاحبه كان اسس جروب تاع الراب اللي كان اسطوري في المغرب، وكذلك خدم كارير ديالو سولو وحط فيها البوم فرقه اللي ضارب اكثر من 3 مليون تاع ستريم في سبوتيفاي، وكانوا فيه فيوتشرينغ وارين مع الواب هاربين، وكان فيه واحد الفيت اليونيك هو مع الاخ ديالو. واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟ قبل ما نقول لكم شكون، اللي مازال ما داش ابوني ديرها، واللي كيعجبو هذا المحتوى ما ينساش راه كل جمعه كتكون قصه على الرابور، وخليك على القرص. وسيداتي سادتي مرحبا بكم في قصة شوبي. صعب شوية هادشي نشوف واش مازال غيكتبو، حيت كندير هادشي من قلبي ربي كاتا من عندو. واش مولي بحالو مداير فوكين لاير بيقولشي ومسمعك ما انتجراتي باش يدير هادشي في بلاستيك، ما كنت تعت كنسمعو كيجيني دعسك، ما كنت تعت انا اولي ميك كلاسيكس كما كنت ناس كما كان فيا ميك. شعيب الرباطي تزاد في الدار البيضاء وبالضبط المدينة القديمة، من أبوين مغربية الأصل، خصوصا من أب كازاوي بير كيموت على الموسيقى تاع الروك، وهذا الشيء اللي غيخلي لنا شعيب يحل عينيه وهو كيسمع الموسيقى. نهار بدا كيحبو في الدار كانت فرحة كبيرة عند الأب يشوف ولدو البكر كيتعلم يمشي. ونهار شعيب وصل سل الدراسة شدو با من يدو ومشى بيه المدرسة الابتدائية، والطموح ديالو يولي شي حاجة في المستقبل، وداك الشيء اللي كان متوقع. الطفل الصغير كان كيقرا مزيان وكيجي من الاولين في القسم. نهار وصل شعيب 6 سنوات من عمره غيتبدل ليه حياته، نهار ماتت ليه الام ديالو. حاجه خايبه تفقد اهم شخص في هاد الدنيا هو اللي كيحن عليك. تاثر بزاف فقدان الام تاعو ولا ما مسوقش للقرايه ومبقاش كيجيب النقط مزيانه. ونهار طلع للكوليج لقى راسو كيسمع الموسيقى تاع الراب بزاف، وتاثر بالموسيقى تاع امريكا والثقافه الغربيه، وكذلك حتى من اللباس ديالو وهدرته تبدلات. ديما تلقاه جامع ولاد الدرب وكيفريستايلي، وكانت عنده 11 عام من عمره ومازال صغير. بقى شعيب على هاد الحال ديما كيغني الموسيقى ونهار مورا نهار. ونهار طلع يعيش مع عمته في اسفي غادي يتلاقى مع بزاف تاع الدراري اللي كيبغيو الهيب هوب. ومن هاد الدراري كان واحد الولد سميتو سفيان كيعجبو شعيب في الراب ديالو وكيفاش كيغني. غادي يبغيو يديروا جروب تاع الراب هما بزوج، وبالفعل في 2006 غيأسوا جروب تاع الراب اللي سميتو شايفين على يد كل من شوبي وسفيان اللي اكي اي ديالو سنو. خدموا شي تراكات اونسومبل وكانوا كيلوحوا داكشي غير في اميسين وسكاي روك وميوزيك بلوك، حتى غيجي العام تاع 2009 باش غيتلاقى كل من شوبي وسمول. وهنا فين غادي نحبس الهضره على الجروب. كيف ما كنت قلت لكم في القصه تاع سمول اكس اللي كاينه فلاشين عندي، نخلي لكم ليان تاعها في الديسكريبسيون، بلي ما غاديش نقول شي كلمه على شايفين حتى غادي نخصص ليها حلقه تاعها بوحدها، لانها حشومه نقول كلمه على الجروب وندوز، لانه جروب اسطوري في الراب المغربي. ودابا غنمشيو نيشا 2020 نهار بدا شوبي كارير ديالو سولو من بعد الجروب، وبالضبط نهار 10 ماي فاش غيفتح قناه ديالو على يوتيوب وغادي يحط فيها اول تراك نهار 12 ماي اللي كان فيت مع ماد. كتلوح كداك شي اللي كليتي اي لا انا لا انت صاحبي الله لي دايم اي اف اي جو نيفر كام اجين. كان تراك عباره عن برومو الكارير سولو ديالو وخسر فيه كل من ماد وشوبي بقى الحب. والسوجي تاع التيتر هو خاصك تدور وجهك ودير داكشي اللي كتبغي، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. والبرود اللي خدم لهم هذا البروجي هو ناجي الراز، وضارب التراك على يوتيوب حوالي 800,000 مشاهده. وقبل ما ننسى بغيت نقول لكم باللي ماد راه خو شوبي من موب، حيت كاين بزاف اللي ما عارفش هذه المعلومه، خصوصا فاش دات الحلقه تاع ماد اللي غادي نخلي لكم ليان تاعها ديسكريبسيون. من بعد الفيت مع خوه شوبي غيضربها بغبره حتى شهر 9 من عام 2021 فاش غادي يحط لينا بخومي اكستري بالالبوم ديالو اللي هو ما كاين حتى حد. ما كاين تحت باش يدير هادشي في بلاستيك، ما كاين تحت كنسمعو كيجيني دعسك. الكليب كان ناضي وكلشي فيه واعر، وكان فيه واحد الميساج اللي واضح اللي هو فاش كان غادي شوبي وتابعينو بزاف تاع الدراري مدرقين وجوههم، ومن بعد بدا كيطيح واحد من ورا الاخر. كان باغي يبين للعالم بانه كانوا معاه بزاف تاع الناس في طريقه، وفي الاخر بقى غير هو بوحده. وحتى من الموسيقى كانت بنيفو هارب من جميع النواحي، لا من ناحيه الفلو ليريكس والروفلا اللي كان واعر بزاف. ومن موراها غيضرب تاني شوبي واحد الغبره اللي غدوم تقريبا عام، وحتى لتاريخ 16 مارس 2023 غيتحط دوزيام اكستريم الالبوم، وغيكون كولاب مع كولرز، والتراك اللي حط عندهم هو باور.
fucking liar. Smash my integrity. كان تراك بنيفو هارب. إلا بغيت نقسم لكم التشيتر غير نقول لكم بدا المورسو بالروفلان ديالو اللي واعر بزاف، وفي الكوبلي الأولى كانت كلاش العشير وسمول إكس، ومن موراها كيجيو الروفلان تاعو اللي مشى فايرال في كاع الباج تاع الراب، ومن الكوبلي الثانية كانت عبارة عن الموتيفاسيون راسو أنه قادر يكمل في داك الشيء اللي كيبغي، وكيسير التراك تاعو بالروفلان ديالو العجيب، ومن موراها غيضربها بواحد الغبرة حتى شهر 6 فاش غيتلاح بريزونطاسيون تاع الألبوم اللي سميتو هوز. فيني يا ملعز فين جاء السلطان كل شيء في خبرك؟ هالدخلة كانت كتعبر لحاجة واحدة، أنه الحاكم تاع واحد القرية كان مشدود وما محرج، ودابا جا الدور تاعو باش يحكم القرية ديالو من جديد، والسلاح ديالو هو الألبوم اللي فيه 18 مورس، ومن أحسن تراكات في الألبوم بحال Do It Again. الدخلة تاعو في التراك كيقول أشنو فيها قاع إلا ما صدقاتش، هي أشنو غادي يوقع قاع إلا ما نجحش هادشي وفشل، راه عادي المهم حاولت وخا العالم كله ضدك. صراحة ديسك واعر بزاف، طلع النيفو بيه في الراب المغربي. شوبي عنده نيفو هارب ماشي ديال المغرب، وهارب بزاف والله. كي بروجي واحد آخر حتى هو عنده الوزن ديالو في الألبوم اللي هو الفيتش مع سنور. سمع الفلو شحال سمو ماشي دران دراس، عرفني بلا ما نقول سميتي في ديسك مصاد مرات فوكت اب جاي كنتيري في قالي كيبانتنا. الدوميني تاع الموسيقى كتعطينا بزاف تاع الفيلينغ اللي خارجة من الباف تاع التليفون، موسيقى ما عندهاش حدود والعالم كله كيقدر يتواصل بها، كيف ما قال سنور باللي واخا مدرق وجهي ولكن راه كيعرفوني سيتادير، راه كيعرفوني بالموسيقى تاعي، ونهار كنهضر كيعرفون بان سنور هو اللي كيهضر. وكاين حتى واحد تراك اخر اللي واعر بزاف هو الفيت تاعو مع مات، تراك وورك. بيني تاع المغرب هو فاش كيتلاقى شوبي ومات في شي مورسو، كيحطوا لينا الخيخ تاع الموسيقى، جوج خوت مفرقعين الفلو من جميع النواحي، وهالتراك كانت بارطاجا مزيان في لي باش تاع الراب. بالنسبه للالبوم تمشى مزيان ودار فيوز في لي بلاتفورم ديجيتال، تقريبا اكثر من 38 ستريم غير في سبوتيفاي، ومن بعدها كليب باشوبي شي تراكات من الالبوم بحال امبيشنز. ديما كتكون شي فكرة جديدة عنده في كليبات ديالو، كيجيب شي حاجة عمر شي واحد ما جربها من قبل، وهذا الشيء ولا غادي يخلي شوبي ميزة كاع الروابة في المغرب. وفي 4 من شهر 8 2023 تحط واحد الكليب اللي كان تراك ديالو من الالبوم، كان فيتش وسميه التراك واتخون ديفي. كان كليب واعر، عرفتي اشنو هي تشكري تران على قبل فيديو كليب تاع الموسيقى اللي فيه 3 دقائق، هي شي حاجة اللي قاصحة بزاف، واخا عارف انت بلي داك الشيء اللي غتدخل لك هذيك الموسيقى ما غيكونش حتى النص باش تصور شي داك الكليب. هذا هو الحب تاع كتبغي شي حاجة وكدير على قبل اي حاجة. شوبي واحد الراب اللي يمكن شي واحد يحيد ليه بلاصتو في الراب المغربي، وعنده الوزن ديالو شمايه، انا بالنسبة ليا كتعتبر من افضل 10 الروابة في المغرب. الدراري الى هنا غيكون سهل الفيديو، وما تنساوش بلي غتكون الحلقة الجاية على شايفين الكارير ديالهم كيفاش بدات وكيفاش وصلت للعالمية وكيف السلات. وسيداتي سادتي الى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله. يما غادي مرافقي موسيقى اللي باقا جايب بوكو راس لارس لارس كل ليلة متاستة زادة كوكاينة كانت اللي في لادرس 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 راجع خطوة اللو